السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم حبيت نعمل هذه الفيديو باش نتكلم حول نظرية ولاية الفقيه. ياسر من الشباب اقترح علي اني نفسرها ونوضح تاريخها، على خاطر مع الأسف كثير من السنة كما نقول جلهم يجهلون معنى نظرية ولاية الفقيه وما يعرف حتى شيء على تاريخها، ولهذا عملت هذه الفيديو. السنة مع الأسف كما قلت جهلهم بنظرية ولاية الفقيه لأنهم يعتبرون أنفسهم هم الحق، ولأنهم هم الأكثرية، ولأن عندهم تكبر باش يتعرفوا على المذاهب الأخرى. طبعا موجود بعض السنة خاصة اللي يعيشوا قريب من الشيعة يعرفوا هذه النظرية، أما احنا في شمال افريقيا مع الأسف ما نعرفوا حتى شيء وما ناخذوهاش على محمل الجد. في الحقيقة لكي ألخص الأمر بصفة عامة وباش تعرفوا خطورتها، لازمكم تعرفوا اللي فكرة الخلافة الإسلامية وإقامة الخلافة الإسلامية هي بنفس الخطورة لفكرة نظرية ولاية الفقيه. ونعود للتاريخ باش نفهموا هذه النظرية، وهي في الحقيقة عندما نقول نظرية هي الآن تعتبر واقع وحقيقة منذ 30 سنة في إيران. نعرف احنا اللي في الإسلام بصفة عامة محمد يعتبر معصوم في التبليغ عن الله، طبعا عند الشيعة يعتبروه معصوم في كل شيء، في التبليغ عن الله وفي حياته العادية، بينما عند السنة يعتبروه معصوم إلا في التبليغ عن الله، ولهذا يجب اتباعه كما قال القرآن: وما جاءكم به محمد فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وما ينطق عن الهوى. المهم المشكلة وقعت هي قبل ما يموت محمد، طبعا احنا نتكلم على حسب المصادر الإسلامية، ان المسلمين اختلفوا او انقسموا الى قسمين، قسم اللي هما السنة من بعد باش يتطوروا ولي السنة، وقسم اللي هما الشيعة، والاختلاف وقع في من يخلف محمد، لأن محمد هو معصوم عن التبليغ عن الله أو معصوم بصفة عامة، فهو يعتبر إمام للمسلمين. وإحنا نعرف أن الإمامة هي مرتبة عالية، هي معناتها قيادة المؤمنين، يعني محمد مش مجرد نبي، مش مجرد رسول، مش مجرد إمام، فهو يجمع بين النبوة والرسالة والإمامة، أي بين أمور الآخرة وأمور الدنيا. والشيعة يعتمدوا على آية في هذه المسألة لكي يثبتون الإمامة، فهمت؟ آية قرآنية تقول: وجعلناك للناس إماما، يعني النبي هو معناتها يأتيه الوحي والإلهام ولكن غير مطلوب أن يبلغ رسالة، بينما الرسول يأتيه الوحي ومطلوب أن يبلغ رسالة، بينما الإمام هو من يقود المؤمنين. ولهذا في الإسلام هناك ما يسمى أولي العزم، رسل أولي العزم اللي يجمعوا من بين النبوة ومن بين الرسالة ومن بين الإمامة، اللي هما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. به خلينا من الموضوع هذا، وما نحبوش ندخلوا في مسألة فهمت عقائدية في الدين الإسلامي. الآن وقتها مات محمد، يعني انتهت العصمة، شكون اللي باش يكون عنده القدرة باش يبلغ عن الرسول؟
يعني يكون معصوم في التبليغ عن الرسول. هنا اختلفوا جماعة، قالوا اللي تنتخبوا الأمة لأن أمتي لا تجتمع على باطل، اللي هما السنة، قال لك نجمعوا كما نقولوا احنا مجلس شورى ويختاروا إمام للمسلمين. هذا الإمام يكون له معناتها الصلوحيات متاع الرسول في تسيير أمور المسلمين، عنده الحق في السلم في الحرب، عنده الحق في تعطيل الشريعة، عنده الحق في كل ما يخص قيادة المسلمين وتسيير أمورهم. يعني هو عبارة على محمد لأنه مبلغ عن محمد ولأنه خليفة رسول الله. السنة انطلقوا من هذه الفكرة على أن هالإنسان هذا اللي بش يكون خليفة المسلمين يجب أن تجتمع عليه ما يسمى أهل الحل والعقد، وهما الكبار العلماء أو الصحابة اللي كانوا حول محمد. بيحنا نعرفوا المشكلة بتاع السقيفة وكيفاش تمت الحكاية وكل شيء، ما نحبوش ندخلوا في التفاصيل. المهم هذه الخلافة الإسلامية اللي قامت على هذا المفهوم، واللي من بعد تبدلت في عهد عمر، يعني أبو بكر معناتها حط عمر من بعده، من بعد عمر قالك هذيك فلتة وحط ستة فهمت يختاروا من بيناتهم، من بعد اختير عثمان وقتل عثمان. هنا ما يسمى فكرة الخلافة السنية انتهت وماتت بمقتل عثمان. هنا الخط الثاني دخل، اللي يؤمن بأن خلافة الرسول هي أمر إلهي، وأن خليفة الرسول هو معصوم ويأتيه الإلهام لا يأتيه الوحي، وإنه باتصال مباشر بالرسول عن طريق ما يسمى الإلهام أو غيرها من الأمور، إذن هو معصوم. وهنا الشيعة يقولون إن الأرض لا تخلو من إمام معصوم. صحيح الرسالة انتهت، ولكن الأئمة بعد محمد هم معصومين وهم مبلغين معناتها عن محمد اللي هو مبلغ على الله. هنا وقت دخل علي وخد الخلافة، قامت خلافة أخرى في الشام التي تدعو لدم عثمان، ولكن هذه الخلافة اللي قامت ليس كما الخلافة الأولى، وإنما أخذت شيئا آخر معناتها من معناتها أضافت عنصر آخر اللي احنا باش نحكيو عليه، هو ما يسمى عنصر الوراثة، لأن الإمامة عند الشيعة هي موروثة، خاطر هما يعتمدوا فهمت وفضلنا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذا لازم الإمام ولده إمام وبوه إمام وولد ولده إمام وولد ولده إمام، لأنها تتوارث فهمت. يقول لك هذاك معناتها الناس الرب اختاروا، وهذوك من الناس أهل البيت اختارهم باش ينقل فيهم الرسالة نتاعو. هنا وقت دخل علي في اللعبة، واللي فكرة الإمامة اللي بايعوا علي هما اثنين من الناس اللي بايعوه على أساس أنه خليفة المسلمين، واللي بايعوه على أساس أنه إمام معصوم. هنا أنصار علي كانوا نوعين، بينما اللي في الشام لا، في الشام رفضوا خلافة علي أو إمامة علي. ونعرفوا اللي احنا في الإسلام لا يجوز خليفتين، لازم خليفة واحد، كان زوز خلفاء يجيوا لازم واحد يتقتل. هذاك علاش علي مسكتش على معاوية، ما قالش أنا هو عندي العراق وعندي مصر وعندي الحجاز وخلي هذاك يحكم في الشام، لا. وهنا وقعت الحروب وقتل علي. عندما قتل علي انتصر الشق السني الجديد اللي هو يعتبر خلافة ليس على النهج فهمت متاع أبو بكر عمر، وإنما خليط من بين النهج العمري والنهج العلوي متاع علي واللي هي الوراثة. وهنا نعرف القصة كيفاش معنتها معاوية فهمت قتل الحسن، ثم ورث ولده يزيد، ويزيد قتل الحسين، وقامت المعارك وعبد الله بن عمر والزبير وغيرها 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 وغيرها، وانتهت
بقيام ما يسمى الخلافة الموروثة الأموية. ثم سقطت هذه الخلافة الموروثة، رغم اللي يقول لك عمر بن عبد العزيز حب يرجع الخلافة العمرية لكن ما نجمش، لكن سقطت الأمويين وتم اضطهاد ما يسمى أهل البيت، ونعرفوا اللي احنا بعد مقتل الحسين زي العابدين ما عادش معناتها يتحرك سياسيا، وخرجت ما يسمى الثورات، فهمت، توا مع التوابين والزيديين وغيرهم معناتها باش يثهروا لأهل البيت، ولكن تم إخمادهم وقتلهم. من بعد جاء الباقر وبقى مسالم وساكت رغم اللي يعتبر إمام معصوم. ثم جاء الصادق وسقوط ما يسمى الإمبراطورية الأموية أو الخلافة الأموية، وجاءت العباسية. العباسية فهمت في الأول دعت لي أهل البيت، ولكن تبنت بعد ذلك المنهج الأموي اللي لقاته هو أكثر توازن بين الخلافة من ناحية وبين معناتها وضع أهل البيت العباسيين على حساب العلويين. وهنا ظهر جعفر الصادق ومن بعد الكاظم، ومن بعد خرجت الثورة متاع مع أولاد إسماعيل والعبيديين والفاطميين اللي طالبوا بالخلافة زادة. ما نحبش ندخل في التفاصيل هذيك الكل. المهم تم اضطهاد ما يسمى أهل البيت وحصارهم، ووصلنا للرضا فهمت والجواد والهادي والعسكري. ثم جاء ما يسمى بالمهدي. هنا الحكومة معناتها الخلافة العباسية كانت تعرف خطر المهدي، ما نعرفوش عليه، تولد ما تولدش ما نعرفوش عليه. المهم الشيعة باش يخرجوا من هذا المأزق، لأن هما قالوا 12 إمام وال 12 إمام كملوا، بينما ما يسمى الفاطميين أو العبيديين قالك لا، الإمامة ما توقفش في 12، حتى هما موجودين حتى توا، حتى الآن الإمام نتاعهم شيخ كريم خان هو يعتبر إمام معصوم، وهو مذهب من المذاهب الشيعية. بينما الاثنى عشرية قتلك لا، فهمت، الآن الإمام سوف يختفي الغيبة ما يسمى الصغرى. وقتها تخبى الغيبة الصغرى، ما نجم يعمل شيء، فهمت، اضطروا بعد فترة بعد أربعة سفراء أنهم يعنوا ما يسمى بالغيبة الكبرى. والحكومة مثل الخلافة العباسية واصلت فهمت في الوجود متاعها، والشيعة عندما اختفى الإمام متاعهم الغيبة الكبرى دخلوا في فترة انسحاب كلي فهمت من الساحة السياسية، وخلاوا الحكم للسنة اللي واصلوا مع الدولة العباسية، وسقوط الدولة العباسية وقيام ما يسمى الخلافة العثمانية. قامت الخلافة العثمانية على نفس المنهج فهمت، ولكن هذه المرة فهمت هما أتراك، ما همش من قريش وما همش من العباسيين. وتواصلت ما يسمى الخلافة الإسلامية إلى سقوطها في بداية القرن معناتها الفرد. خلينا توا نتكلموا، الشيعة دخلوا تقريبا مدة 700 سنة ولا 800 سنة في فترة ركود، ليس هناك، ما عندهم حتى شيء، حطوا رواحهم في ورطة، لأن الإمام المعصوم غير موجود، إذن ما لازمهمش يطالبوا بحقوقهم السياسية. إذن المذهب الشيعي تحول إلى مذهب نجم نقوله مسالم، يهتم كان بالأمور الدينية. إذن الشيعة لقوا رواحهم في مشكلة كبيرة، لقوا رواحهم أن الفكرة اللي جابوها حول الإمام المعصوم وأن الأئمة توا وفات والإمام ما يسمى الثاني عشر اختفى، يعني ما عادش عندهم الحق يطالبوا لا بدولة لا بخلافة لا بسياسة، وخلاوا الأمور عند السنة يتصرفوا كما يحبوا. وبعد سقوط الخلافة العباسية جاءت العثمانية، وهما قاعدين ما يسمى يستناوا في الخروج الإمام تاعهم. وقت طال عليهم الزمن، تعدى قرن وقرن وقرن، علماء الشيعة بدأوا يقولوا لازم نلقاو حل، كيفاش إمام معصوم ما فماش، شنو باش نعملوا احنا؟ ماناش باش نحكموا؟ يعني باش نقعدوا ديما ذلال واحنا نستناو؟ جاوا ياسر علماء يعني شيعة منهم المفيد وغيرهم، وجاي يحب يدخل ما يسمى نائب الإمام. يعني الفكرة السنية اللي كانت
معناتها خليفة الرسول، فهمت؟ حبوا يزيدوها ويرجعوها خليفة الإمام المعصوم الغاض، وعملوا ياسر محاولات وهي مش موجودة في الفقه معناتها الشيعي نتاع خليفة الإمام، رغم اللي فما ما يسمى الوكلاء بعد غيبة الإمام الصغرى، عنده 4 وكلاء، ولكن ما جاتش الفكرة نتاع أنهم يحطوا وكلاء، فهمت؟ في غيبته الكبرى، يقول لك وقت الوكلاء انتهوا على خاطر هو متصل بهم في الغيبة الصغرى خاطر مخبي في السرداب، لكن وقتها هو تخبى الغيبة الكبرى، فهمت؟ ما عادش ينجموا يتصلوا به وما يعرفوش كيفاش وكذا وكذا. طبعا هي كلها معناتها معناتها كيما نقولوا احنا حيلة نتاع علماء الشيعة باش ينجموا يسيطروا على اللي يؤمنوا بالمذهب الشيعي. إذا قلت بعد قرون وقرون بداوا يجيبوا ما يسمى نائب الإمام أو المتصل بالإمام في غيبته الكبرى، ولكن اللي وصل فهمت وأسس نظرية ولاية الفقيه هو علي، معناتها معروف علي الكركي، وهو من لبنان، من مدينة كرك ولا ما نعرفش بلاصة هكاية، فهمت؟ في لبنان، نسيت المنطقة نتاعو بالضبط، المهم منسوب للمنطقة هذيك. هذا الشخص سافر للعراق ودرس في العراق ودرس في الأزهر ودرس السنة وتعمق في السنة، وخذا فكرة الخلافة للرسول ولصقها الخلافة للمهدي، واعتبر روحه هو متصل اتصال مباشر، فهمت، بالإمام المهدي الغائب، وجعل ما يسمى السلطة الدينية اللي هي تكون عندها القرار باش تعين رجل السياسة، ومن هنا هو معناتها عين الصفويين في إيران، والدولة الصفوية كانت بفكرة ولاية الفقيه في أول ظهورها، فهمت؟ خاطر الفكرة في الأول جات نتاع ولاية الفقيه على أساس ليس الفقيه هو اللي يمسك السلطة، وإنما الفقيه هو اللي يزكي من يمسك السلطة. وبهذه الحيلة وبهذه الطريقة استطاعوا الشيعة أنهم يرجعوا للظهور، فهمت؟ هذا معناتها في القرن 15 يعني تقريبا، فهمت؟ 15-16. ولكن الفكرة ما توقفتش عند هذاك الحد، على خطر ما يسمى الفقهاء عند الشيعة معناتها قبل هذه الفترة كان عندهم معناتها كيما نقولوا احنا مجلس وكل شيء، يقول لك اكبر الفقهاء واكبر كذا، ولكن فما ياسر فقهاء، مثلا 4-5 فقهاء كبار ينتميوا اليهم مجموع الشيعة، ولكن لا يتدخلون في السياسة، وقت يجيوهم ويسألوهم على الظلم وكل شيء يقول له انتظر خروج المهدي، انتظر خروج المهدي. ولكن في فترة من الفترات الشيعة ما عادش ينجموا يحبوا معناتها يطالبوا بحقوقهم، ولهذا معناتها وقعت عدة محاولات كما قلت لكم من عهد معناتها المفيد وغيرهم من المحققين والشهيد الأول وغيرهم بحثوا في المسألة، ولكن علي الكركي هو اللي حط القواعد الأساسية لنظرية الفقيه على ما يسمى خليفة الإمام المعصوم في الغيبة الكبرى، ولكن هو في الأول وتحطها حتى على أساس أنه يكون عنده السلطة لتعيين السياسي. ولكن بعد تعدات فترة وسقوط ما يسمى الإمبراطورية أو الخلافة العثمانية، بدأت الفكرة أن ولاية الفقيه هو اللي يمسك السلطة، ومن هنا بدأت فكرة الخميني، على أساس أن ولاية الفقيه هو اللي يمسك السلطة وهو يكون أعلى من الرئيس الجمهورية، هو اللي يزكي من سوف يتم انتخابهم كرؤساء، فهمت، للدولة. ومن هنا فسلطة الخميني كانت كسلطة معناتها أبو بكر وعمر وعثمان، يعني خليفة رسمي، فهمت؟ وقتها سقطت الإمبراطورية العثمانية، فهمت؟ هنا الشيعة والسنة لقوا رواحهم في نفس الدرجة، فهمت؟ الآخرين الشيعة بدأوا يخدموا على ما يسمى نظرية ولاية الفقيه على أساس إسقاط، فهمت، الشاه في إيران، وتصبح إيران معناتها والخميني هو
والي الفقيه الناطق باسم الإمام المهدي في انتظار خروج الإمام المهدي، ومن هنا لازم يسيطر على كل العالم الإسلامي، لأن كما قلت لكم ونعاود نقول لكم في الإسلام لا يجوز خليفتين، كي يبدأ فما زوز خليفات لازم واحد يقتل الآخر، لازم يبقى خليفة واحد، لأن الإسلام يقوم على فكرة الواحد، الرب الواحد، الدين الواحد، القرآن الواحد، الرسول الواحد، الأكبر، الأعظم، الخليفة الواحد، السيد الواحد، فهمت؟ ما يؤمنش بالتعددية أصلاً، التعددية مش موجودة، فما طريق واحد، يقول الطريق الحق واضح، حبل الله المتين، حزب الله. هنا الخميني وتظهر الفكرة هذه وبدأت فيها، جاءوا معاه ياسر ناس فهمت من الشيعة ومن علماء الشيعة، رغم أني وقت الخوئي كان ضد فكرة ولاية الفقيه، يقول لك لا لازمنا ننتظره، ولكن في الوقت الحاضر بعد 30 سنة من حكم ولاية الفقيه وظهور الخمنائي، حتى السيستاني توا اللي هو معناتها يعتبر معناتها ما نقولوش ضد ولاية الفقيه، لكن ما يأيدش ولاية الفقيه، ولكن يعطي التزكية متاعو للسياسيين. يعني قبل الخميني كان فما مع ولاية الفقيه وضد ولاية الفقيه، مع من يريد أن ينتظر خروج المهدي، ومع من تعين خليفة للإمام المهدي الغاب بالنسبة لهم طبعا. ولكن الآن بعد 30 سنة لا، أصبح ما يسمى ولاية الفقيه الذي يمسك السلطة، وما يسمى عالم الدين الكبير كما السيستاني الذي يؤيد رجال السياسة، وشكون اللي ينتخبوه وشكون اللي ما ينتخبوش. يعني بدأت تتقارب الفكرة. إذن هنا انتم خايفين من الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية قامت عندها 30 سنة في إيران، وهي تعمل الآن على أنها تسيطر على جميع العالم الإسلامي من الهند إلى المغرب. هذاك علاش تعمل في اليمن؟ أنا تكلمت عندي 10 سنين قلت تو تشوفوا اليمن كيفاش تولي، فهمت؟ راهم يخدموا بطريقة فهمت منظمة. ما تنساوش اللي الشيعة مدة مئات السنين وهما حركات سرية، يعني يعرفوا كيفاش يخدموا في السر. أنا لا أقول معناتها المؤامرة من مؤامرة وهذه الأمور، لا، وإنما خطة عمل، مش مؤامرة، هذه خطة عمل. الخميني وقت وصل للسلطة وما يسمى الجماعة متاعو، الهدف متاعهم شنو هو؟ السيطرة على كل العالم الإسلامي. ومن هنا اللي كان متفطن اليوم هو صدام، بغض النظر على أنه مجرم وكذا 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 وكذا، لكن متفطن بهم ويعرفهم لأنه يعرف الشيعة شنو، وطبعا السنة والوهابيين هما يعرفوا، رغم اللي كما قلت معناتها هما نفسهم يعني مجرمين، ولكن كما نقول لك مجرم يعرف مجرم، المجرم هذا يعرف المجرم هذا وخطورة المجرم الآخر، هذا طبيعي لأنهم الزوز هما مجرمين في حق الإنسانية وفي حق الشعوب متاعهم وفي حق المناطق متاعهم، الهدف متاعهم هما السيطرة. إذن لو نشوفوا توا احنا في العالم الإسلامي فما زوز قوة، فما ولاية الفقيه اللي هو الخلافة الإسلامية الرسمية، فهمت؟ وفما ما يسمى بالسعودية الخلافة الأموية، فهمت؟ النجم نقوله والعباسية وغيرها، معناتها تحب تسيطر حتى هي على العالم الإسلامي بمفهوم الخلافة كما اللي كانت في عهد الأمويين وما كانت عهد العباسيين والعثمانيين. ولكن ظهرت لهم فهمت خلافة أخرى اللي هي الدواعش، واللي هي معناتها أقبلها معناتها القاعدة وغيرها، اللي هي ما يسمى بالخلافة العمرية. إذن هوني وتنشوفوا العالم الإسلامي فما ثلاثة خلفاء، فهمت؟ زوز واضحين، فهمت؟ والثالثة اللي هي السعودية ظاهرة باسم يعني حارم الحرمين الشريفين وكذا وكذا وكذا، ولكن حتى هي خلافة تعتبر أموية متوارثة أب عن جد. وهذوما الكل توا في صراع، فهمت؟ الكل هم في صراع مع بعضهم، ولكن ما يسمى السعوديين أو الدولة السعودية أقرب لها داعش من إيران، خاطر إيران يهدد وجودها أصلا، حتى الدواعش رغم اللي يهدوا وجودها ومعناتها هما يهدوا فيها، ولكن أقل خطر من إيران. إذا أنتم خايفين لا تقام الخلافة، هي توا قائمة مثلا في منطقة سوريا والعراق،
فهمت، موجودة غاديكا فهمت، وخايفين منها وكذا وكذا وكذا. راهي فما خلافة في إيران اللي هي ممتدة في اليمن، في المنطقة الشرقية، في البحرين، اللي قاعدة تتغلغل في مصر فهمت، في تونس، في الجزائر، في المغرب، قاعدين يخدموا، قاعدين يخدموا في أوروبا، قاعدين يخدموا في أمريكا، وقاعدين ينتظروا إذن الإمام. صحيح هو طور خامنائي أو اللي بشي يجي بعده فهمت، ما يسمى ولاية الفقيه، معنتها عنده صحيح صلاحيات كبيرة، ولكن ما ينجمش يعمل صلاحيات معينة، لأن هذيك في يد الإمام، مثل مثلا الهجوم فهمت، ديما يعمل الدفاع، ولكن عندهم طرق أخرى وحيل أخرى باش يحضروا ما يسمى لخروج المهدي. وهي في الحقيقة راهو لا خروج المهدي لا خروج البطيخ فهمت، يعني في نهار من النهارات يجي يقول لك أي فهمت، الأئمة اجتمعوا متاع الشيعة كذا وكذا، المهدي قال اللي باش يعين فلان هو باش يكون في بلاصته، ولا يخرجوا لنا واحد يقولوا هو الإمام، وإلا يعملوا أي حاجة أخرى. معناتها الحيل الشرعية موجودة، راهو داخل الشرع تجد تلقى أي حل. إذن هذه هي فكرة ولاية الفقيه، هي الخلافة الإسلامية فهمت الشيعية للإمام المعصوم الذي هو مبلغ عن محمد، اللي هو مبلغ عن الله. يعني راهي الخلافة الإسلامية موجودة عندها 30 سنة فهمت، والخلافة ما يسمى الأموية اللي موجودة في السعودية موجودة عندها قداش من اللي سقوط الإمبراطورية العثمانية، واللي تحب تسيطر حتى هي، وخدمت في أندونيسيا، وخدمت في ماليزيا، وخدمت في إفريقيا، وخدمت في شمال إفريقيا. هذا الكل توا اللي يوصل لنا، هذا الإرهاب الوهابي اللي في أوروبا وكل شيء جاي من السعودية فهمت، من الخلافة الأموية السعودية فهمت. واللي جايين هذا حزب الله، وهذا فهمت البحرين، وهذه الكويت، وهذه المنطقة الشرقية، وهذه اليمن، وفي المستقبل تظهروا لنا مصايب في مصر وفي شمال افريقيا، واللي موجودين الشيعة في المغرب فهمت، هذوما زاد نفس الشيء فهمت. والاخرين اللي هما ما يسمى الدواعش، اللي هما ضد الزوز فهمت، ضد ما يسمى ايران والسعودية، ولكن يعتبر السعودية أهون من إيران نفس الشيء. إذن هذه هي فكرة نظرية ولاية الفقيه، أرجو أن نكون وضحت الفكرة فهمت. راهي نظرية ولاية الفقيه يساوي الخلافة الإسلامية فهمت، نفس الشيء. وحارب الحرمين الشريفين يساوي الخلافة الإسلامية. راهو عندنا ثلاثة خلفاء إسلاميين، ولازمهم يبقى منهم كان واحد، يا أما داعش تنتصر، يا أما السعودية تنتصر، يا أما إيران تنتصر. ولكن السعودية أكيد سوف تسقط قريبا فهمت، معنتها نقول قريبا يعني عام عامين ما نعرفوش قداش، أما انتهت الصلوحية متاحها وفات اللعبة متاحها فهمت. يبقى داعش، داعش هو توا يحاربوا فيها، وحتى السعودية معنتها تحارب فيها معنتها بطريقة غير مباشرة، رغم اللي معنتها بحشمة، ولكن يحبوا يظهروا ما يسمى إسلام آخر كما في تركيا، إسلام يعني حداثي، باش يواجه ما يسمى نظرية ولاية الفقيه. ولكن هذا المستقبل تو يقوله لنا. ولكن حسب رأيي الخطر الكبير الكبير هي نظرية ولاية الفقيه، التي هي الخلافة الإسلامية بأتم معنى الكلمة، والتي ظهرت منذ 30 سنة وتملك دولة لها قوة عسكرية وسياسية ومتغلغلة في جميع العالم وفي العالم الإسلامي معناتها بصفة خاصة ومنطقة الخليج، وهي قاعدة فهمت تربح في النقط يوم بعد يوم. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلام.